اللي قبليه كنا بنتكلم على حاجة اسمها الكرين جيردر. الكرين جيردر ده كان عبارة عن ان انا بعمل ايه، باجي من كل جنب من جوانب السيستم بتاعي وبطلع كانتليفر بالشكل ده كده، والكانتليفر ده بحط عليه كاميرا الكرين جيردر اللي هي الاي سيكشن اللي احنا كنا بنبقى عايزين نعمل لها الديزاين. طيب السؤال هنا، انا دلوقتي صممت كاميرا الكرين، الكاميرا دي لما تبقى ريستد على السيستم بتاعي تمام، مش المفروض ان انا الكانتليفر ده اعمل له ديزاين والكونكشن ما بين الكانتليفر ده والعمود اعمل لها ديزاين؟ فهنا جينا قلت لك في نوعين من السيستمز، ان انا اوصل الكانتليفر بالعمود تمام. طيب قلت لي على حسب ايه يا باشمهندس؟ قلت لك على حسب قطاع العمود. لو قطاع العمود بتاعي اي سيكشن زي ما هو ظاهر في الصورة، ظاهر ال 3 دي ده يا شباب. ايوه باشمهندس، تمام. اه باشمهندس ظهر. طيب العمود الاي سيكشن ده لو انا العمود بتاع التراس او العمود بتاع الفريم البورتال فريم بتاعي اي سيكشن، باجي اجيب البراكت بتاعي اي سيكشن واجي في نهايه البراكت او الكانتليفر احط بليت اللي هو في الظهر ده، والبليت ده بيبقى فيه شويه فتحات الاخرام بتاعه المسامير، وفي الفلانج بتاعه العمود بيبقى فيه نفس الفتحات دي، وبركب البليت في العمود في فلانجة العمود بمسامير. طب يا باشمهندس كده الكانتليفر وصل بالعمود؟ قلت لك اه، ما هو انا الكانتليفر ده ببقى لحمه في البليت والبليت ربطته في الفلانج، فاذا العمود اتوصل معاه الكانتليفر. قلت لي طب انا بستفاد ايه كده يا باشمهندس؟ قلت لك بتستفاد ان انا لو جه عندي كونسنتريتد لود هنا كده، الكونسنتريتد لود ده هيبقى بالنسبه له السيستم ده كانتليفر، فهيتولد عن البليت ده مومنت، صح؟ هيتولد هنا مومنت، كانك بتنقل الفيرتيكال فورس دي بتنقلها للبليت بفورس ومومنت، فهتبقى الفورس دي بتعمل على المسامير بتاعتك شير، والمومنت هيعمل من ناحيه تنشن ومن ناحيه كومبريشن. طب لو انا جيت قلت لك ده انا كمان عندي هوريزونتال لود في الاتجاه ده، فيبقى الهوريزونتال لود ده لو هو طالع لبره هيعمل تنشن على المسامير، ولو هو داخل لجوه هيعمل كومبريشن على المسامير، وكده كده احنا متفقين من الترم الاول ان المسامير بتاعتنا ما ينفعش تشيل كومبريشن. ده كده اول نوع من انواع الوصلات بتاعتي، ان انا اوصل البراكت او اوصل الكنتليفر للعمود بمومنت كونكشن. ده احنا مش هندرسه النهارده، ده ان شاء الله هيتشرح السكاشن اللي جايه يعني. امال النهارده هنشرح ايه يا باشمهندس؟ هنشرح النوع الثاني من الوصلات. طيب ساعات الاعمده بتاعتي بتبقى كبيره قوي، يعني شايله لودز عاليه، فبضطر ان انا اعمل ايه؟ بضطر ان انا اجيب اتنين سي سيكشن واحطهم قصاد بعض. لو ده كده سي سيكشن بالمنظر ده تمام، بجيب السي سيكشن ده واجي على مسافة معينة ابدأ احط السي سيكشن التاني تمام. طيب ايه اللي انا استفدته من هنا باشمهندس؟ اتفضل. معلش في ناس بس عندها مشكله في الشير سكرين، فممكن حضرتك تقفله وتفتحه تاني؟ معلش متاسف. حاضر انا قفلت اهو وهعمل شير سكرين تاني. تمام كده واضحه ولا ايه؟ واضحه كده يا شباب السكرين ولا ايه؟ اه شكرا جدا يا باشمهندس. لا طيب فبيبقى العمود بتاعي بدل زمان ما كنت بعمله اي
سيكشن بالشكل ده بقى العمود بتاعي ماله يا شباب؟ عبارة عن قطاع شكله عامل ازاي؟ 2C في وش بعض. فالاتنين C دول بيبقوا اقوى بكتير من القطاع الاي سيكشن. طب عشان اضمن ان القطاعين دول شغالين مع بعض، فباجي هنا كده امسكهم مع بعض بمجموعة بليتس على مسافات متساوية، تمام؟ والبليتس دي ممسوكة في كل فلانجة بمسمار، وبيبقى بالتالي شكل العمود بتاعي عبارة عن 2C ممسوكين من بره مع بعض ببليتس، بس البليتس دي بتتكرر كل مسافة. يعني لو العمود طوله 10 متر مثلا، هتلاقي كل 30 سنتي في بليت. حلو الكلام؟ حد مش فاهم او مش متخيل اللي انا بتكلم عنه؟ حد مش متخيل؟ طيب فباجي اعمل ايه بقى بعد كده؟ اجي في المكان اللي انا عايز احط فيه الكاميرا بتاعه الكرين، يعني الاي سيكشن ده، ده الكرين جيردر اهو، تمام؟ اقوم جاي مطول البليت اللي جاي ماسك الاثنين يو بي ان او الاثنين سي، اطوله شويه لبره، واقوم جاي حاطط عليه بليت افقي كاني بقفل التو بليتس من فوق. فكده عملت كانتليفر ولا لا يا شباب؟ التو بليتس لما طلعوا كده وعليهم بليت افقي من فوق، ده كاني طلعت كانتليفر من العمود ده. حد مش متخيل؟ حد مش متخيل الوضع عامل ازاي يا شباب؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب تخيلوا بقى لو انا عندي الفورس اللي اسمها بي واي، البي واي دي عايز انقلها لمجموعه المسامير دي عشان ابدا اتشيك على المسامير. هل الفورس دي هتروح لوحدها ولا هتروح ومعاها مومنت؟ هتروح ومعاها مومنت، بس المشكله هنا ان المومنت اللي هيحصل مش هيبقى مومنت عادي، ده هيبقى ايه يا شباب؟ فاكرين المنظر ده بتاع تانية مدني تقريبا، صح؟ خدتوه في تانية مدني المفروض السنة اللي فاتت. الفورس هتروح للمسامير بفورس ومومنت، بس المشكلة ان المومنت ده هيكون ايه؟ تورشن. مين المسمار اللي بيبقى مور كريتيكال يا شباب؟ ابعد واحد، ابعد مسمار، ابعد مسمار عن سنتر لاين المسامير بتاعتي، تمام؟ تخيلنا شكل الكونكشن عامل ازاي؟ حد مش متخيل شكل الكونكشن اللي انا عايز اعمل لها ديزاين شكلها عامل ازاي؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف ايه الخطوات اللي بعملها عشان احل المساله بتاعتي. اللي هي بتيجي بالشكل ده. طب تعالوا نقرا المسألة بتاعتنا ونشوف هو ايه الجيفن وايه اللي مش جيفن وايه اللي انا هعمل له اسيوم. طيب اول حاجة بيقول لي مطلوب تصمم الكونكشن اللي قدامك دي، تمام؟ الكونكشن دي يا باشمهندس احنا متخيلين شكلها ان هنا في شوية مسامير بالشكل ده كده، تمام؟ مسمار 2 3 بالشكل ده كده على حسب ما هنقول دلوقتي، تمام؟ وطبعا زيهم العمود التاني. هو هنا قايل لي ان العمود بتاعي يو بي ان 350، العمود بتاعي عبارة عن 2 يو بي ان 350. المسافة من طرف اليو بي ان دي لطرف اليو بي ان التاني قد ايه يا شباب؟ الناس تتكلم معايا كده وتقول 400 سنتي، 400 ملي، 400 سنتي ده يعني 4 متر، 400 ملي، تمام؟
وقال لي ان انا حاطط كاميرا الكرين جيردر اللي هي ال HEB 360 على بعد 300 ملي من وش العمود، سنتر لاين الكاميرا بتاعتي على بعد قد ايه؟ 300 ملي من سنتر لاين العمود. فلما هتيجي فورس كده هنا، تمام، الفورس دي جايه منين يا شباب؟ الفورس اللي انا حطيتها دي جايه منين؟ حمل العجله، جايه من حمل العجله، بغض النظر ان هي مش حمل العجله بس خلينا نقول ان هي جايه من رياكشنز الكريت. طيب هتتنقل الفورس دي، هتاخدها كده تنقلها الى سنتر لاين المسامير، بس هتروح لوحدها ولا هتاخد حاجه معاها؟ ما في مومنت، هيبقى في مومنت. المومنت ده هيساوي قد ايه؟ هيساوي الفورس مضروبه في القيمه اللي هي هنسميها اي اكس، اللي هي الاكسنتريستي بتاعه الفورس بتاعتي عن سنتر لاين المسامير. طب هو مش سنتر لاين المسامير هو بالنسبه لي نفسه هو سنتر لاين العمود، صح؟ مش انا عندي مجموعه المسامير دي كده، لو حبيت انقلها الناحيه الثانيه هنا هيبقى السي جي بتاع المسامير ده هو نفسه السي جي بتاع الايه؟ العمود. طيب يبقى انا لو انا جبت فورس اسمها بي اضربها في كام عشان احولها لتورشن مومنت؟ 500 ملي، 500 اللي هم جم منين؟ 300 زائد 200، صح كده؟ يبقى انا الفورس مكانها هنا، يبقى انا عندي 300 زائد 200 اللي هو نص عرض العمود بتاعي، يبقى انا كده جبت التورشنال مومنت. طيب هي انا افترضت هنا او انت افترضت هنا يا باشمهندس ان في فورس اسمها بي واي. طب البي واي دي يا باشمهندس بتساوي ايه او اجيبها ازاي؟ اجيب منين البي واي دي؟ ها حد يقدر يقول لي اجيب البي واي دي ازاي؟ ممكن تكون ماكسيمم شير. بالظبط، هروح اشوف كاميرا الكرين دي ايه الماكسيمم شير اللي جاي عليها، ويبقى هي دي الماكسيمم رياكشن اللي جايباه كاميرا الكرين ده هنا. حد معترض يا شباب؟ طيب ما تيجي كده نشوف هنحسب البي واي دي ازاي. هو انا ليه هنا رسمت الكاميرتين يا شباب؟ حد يقدر يقول لي؟ حد يقدر يقول لي انا ليه هنا رسمت كاميرتين مش كاميرا واحده؟ عشان حتى لو الكرين على كاميرا واحده فالكاميرا الثانيه عليها اون ويل بتدي رياكشن على البراكت. بالظبط، هو البراكت اللي موجود هنا هو شايل كاميرتين، كاميرا جايه من العمود اللي قبليه وكاميرا راحه على العمود اللي بعديه، فكل براكت شايل كاميرتين. الكرين هيبقى موجود على او التو رياكشنز بتوعي موجودين على الكاميرا دي، بس الكاميرا التانية هتبقى جايبالي اون ويت، فهيبقى عندي الماكسيمم رياكشنز بتاعه البراكت. اول حاجه هتبقى الاون ويت اللي جاي من الكاميرا اليمين زائد الاون ويت اللي جاي من الكاميرا الشمال. طيب هو احنا الاون ويت بتاعنا بنجيبه ازاي؟ زمان وانا بعمل ديزاين للكرين جيردر كنت بقول لك افترضوا من 0.15 الى 0.2، انما انا هنا دلوقتي مدي لك ان قطاع الكرين جيردر خلاص بقى HEB 360، فتقدر تدخل على الجداول اللي هي هنفتحها اهي، نفتح الجداول كده اوريكم بالظبط. HEB 300 وكام؟ 360 اهي، هتلاقي في اول خانه الاون ويت بتاعها 142. 142 ايه يا شباب؟ كيلوغرام بير متر ران. فلما اقول الاون ويت بتاع الكاميرا بتاعتي هو 0.146، هي 142 ولا 146؟
مش فرقة كتير يعني، جداول بتختلف شوية. طيب ال 146 أو ال 142 بغض النظر يعني عن الأون ويت بكام، هتجيبه من الجدول اللي بيبقى جيفن في الامتحان. ال 146 دي كيلو جرام، فبتقسمها على 1000. طيب حد يقول لي هنا أنا ليه ضربت في 6 ما ضربتش في 3؟ عشان في كمرتين، عشان في كمرتين، فالبراكت الواحد هيبقى شايل 3 متر من اليمين و3 متر من الشمال، يبقى الرياكشن نتيجة الديد لود، الرياكشن نتيجة الديد لود هيساوي ايه؟ السبيسنج في الاون ويت بتاع الكاميرا. وخلي بالك الاون ويت بتاع الكرين جيردر ما بنفرضوش، بنجيبه على حسب القطاع. طيب البي واي بقى هنا قلت لك هو 1.2 الرياكشن الديد زائد 1.6 الكيو لايف لود في 1 زائد الامباكت. مين الكيو لايف لود ده يا شباب؟ كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنجيب الكيو لايف لود ده ازاي؟ بتقول لي والله يا باشمهندس انا عندي الكاميرا بتاعتي بالشكل ده كده، باجي احط اول فورس على السبورت بتاعي والفورس الثانيه على بعد مسافه بالشكل ده، واجيب الرياكشن هنا كده، والرياكشن اللي عند السبورت ده يبقى هو الكيو لايف لود. حد معترض على الكلام ده؟ حد معترض على الكلام ده يا شباب؟ اللي هو بيبقى بالمنظر ده، انا عندي العجله الواحده حملها 8 طن، المسافات ما بين العجل 1.8 متر، وطول الكاميرا 6 متر، هحط اول لود على الكاميرا واللود الثاني على بعد 1.8، جبت الرياكشن بتاعي. اذا اقصى رياكشن هيجي من كاميرا الكرين هو مجموع الاون ويت لكاميرتين زائد مجموع او زائد الكيو لايف لود اللي هو جاي من عجلتين الكرين. كل ده هنضربه طبعا في الفاكتورز بتاعتي اللي هي 1.2 الديد زائد 1.6 اللايف، كلهم مضروبين، اللايف مضروب في 1 زائد الامباكت، ويبقى ده هو الفاكتورد لود. ويبقى ده هو ايه يا شباب؟ الفاكتورد لود. هقول لكم هنا اتفضل عندي سؤال بعد اذنك. هو انا ليه ما خدتش الكيوب بتاعت الكاميرا ناحيه اليمين وناحيه الشمال؟ خدت ليه بس الشيل بتاعت كاميرا واحده بس؟ ما هو انا عندي كرين جيردر واحد، يا هيبقى موجود على الكاميرا اليمين يا هيبقى موجود على الكاميرا الشمال. طب هو مش المفروض ان البراكت بيبقى شايل كاميرا يمين وكاميرا شمال؟ حلو قوي. المفروض يبقى شايل كيو من الاثنين. استنى بقى، اسمعني. الكرين نفسه لو موجود على الكاميرا اليمين هيبقى في نفس اللحظه موجود على الكاميرا الشمال؟ لا. طيب يبقى الكرين بتاعي يا موجود على الكاميرا اليمين يا موجود على الكاميرا الشمال. تمام. عشان كده بيظهر كيو لايف لود واحده، انما الاون ويت هو موجود في الكامرتين. صح فهمت. تمام. طيب برضو بعد ما حسبت الفاكتور لود اللي هي 1.2 ديد زائد 1.6 اللايف في 1 زائد امباكت، بحسب السيرفيس لود او الوركينج لود اللي هو الديد زائد اللايف في 1 زائد الامباكت. تمام. يبقى انا كده حسبت البي واي بتاعتي. طيب لو انا عايز بقى ادرس مجموعه المسامير دي، مجموعه المسامير دي هيروح عليها فورس اسمها ايه يا شباب؟ هيروح عليها فورس اسمها ايه؟ بي واي على الاثنين. بي واي على الاثنين. ليه بي واي على الاثنين بقى؟ ليه راح عليها بي واي على الاثنين؟ ناحيه الشمال وفي بليت ناحيه اليمين. بالظبط. لو رجعنا كده لشكل الكونكشن بتاعتنا هنلاقي ان الرياكشن اللي اسمه بي واي ده نازل هنا على البليت الافقي، والبليت الافقي بيوزعه على التو بليتس بتوعي، فكل بليت منهم هياخد نص البي واي وليس البي واي كاملة. اذا المسامير بتاعتي هيجي عليها بي واي على الاثنين، وهيجي عليها كمان تورشنال مومنت قيمته قد ايه يا شباب؟ قيمة التورشنال مومنت اللي هيجي عندي هنا هيبقى قيمته قد ايه؟ بي في الاي
انهي بي بقى؟ ها كلها بواي كلها هيبقى بي واي على الاثنين في الاي اكس. ليه بي واي على الاثنين؟ ما هو انت دايما اللي بيولد المومنت هو الفورس اللي بتنقلها. انت نقلت هنا قد ايه؟ بي على الاثنين. يبقى البليت ده هيحس بمومنت تورشن هو بي واي على الاثنين في اي اكس، تمام؟ والبليت اللي وراه هيحس بفورس بي واي على الاثنين ومومنت اسمه بي واي على الاثنين في اي اكس. يبقى انا كاني قسمت المومنت وقسمت الفورس. صار يا شباب؟ في حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا شباب؟ طب كويس. انا المشكله اللي عندي بقى ان انا فعليا في الامتحان باجي اديلك المساله بالشكل ده. انا ما اديتكش عدد المسامير، ما اديتكش المسامير فين او يعني عددهم قد ايه ولا رصتهم عامله ازاي. فبنعمل ايه يا شباب؟ بنروح نقول تعالى بقى نعمل دايمنشننج للبليتس بتاعتي. تعالى نشوف البليتس دي هنفترضها اطوالها قد ايه. البليت اللي انا طلعته ده طوله قد ايه وعرضه قد ايه؟ المسامير عددها كام؟ هجيبه منين؟ تمام. انا فعليا الكاميرا بتاعتي خلاص عليها بي واي، عارف البي واي دي خلاص جبناها من الحسبه اللي فاتت. البي اكس هي ايه يا شباب؟ مين البي اكس لو حد كده بغض النظر عن الرقم بتاعها اللي احنا مش هنستخدمه، بس مين هي البي اكس؟ اللاترال شوك. اللاترال شوك. فاللاترال شوك دي يا شباب هي المشكله ان هي عايزه تقلب الكاميرا، تمام؟ فباجي احط لها، شايفين التفصيله اللي رابطه في الفلانج وبعد كده رابطه في العمود؟ بليت مربوط في الفلانج بتاع الكريك جيردر، بعد كده مربوط بانجل في العمود. فده كده بيخلي البي اكس تروح على طول للعمود. انما مين اللي بيتنقل لمجموعه المسامير يا شباب؟ البي واي. يبقى كان انا البي اكس دي مالها؟ مش موجوده عندي في المساله. طيب لو انا في الامتحان رسمت لك الرسمه بالشكل ده فخلاص البي اكس مش موجوده معاك في الامتحان في الاعتبار. طب لو انا في الامتحان جيت رسمت لك الشكل ده بس ما رسمت لكش التفصيله دي، ساعتها ايه اللي يحصل؟ ها لو انا ما رسمت لكش البليت اللي ماسك الفلانج وممسوك في العمود اللي هو كان بيكنسل البي اكس، انت تعمل ايه بقى في الامتحان؟ البي اكس برضو معاك. لا ساعتها في الامتحان ترسم البليت. فدايما البي اكس مش داخله معاك في الاعتبار. البي اكس دايما بنحط لها التفصيله دي حتى لو انا ما قلتلكش عليه. متفقين؟ يبقى دايما مين اللي هيتنقل معايا فقط؟ هو البي واي. دايما اللي هيتنقل معايا هو البي واي. متفقين يا شباب؟ متفقين يا شباب ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. طيب تعالوا كده نشوف الدايمنشنز بتاعتي هتبقى عامله ازاي. المسافه اللي هي 400، المسافه اللي هي 400 دي هناخد مره وربع ال 400 ونحطها هي الطول الراسي بتاعي. هنقول 1.25 في 400 يساوي 500 مللي. يبقى انا هاخد مبدئيا كده، يبقى انا هاخد مبدئيا الاتش او ارتفاع البليت بتاعي 500 مللي. قلت لي تمام يا باشمهندس. قلت لك طب هو ال 500 مللي دول اللي هم المسافه الراسيه من هنا لهنا اقدر ارص فيهم كم مسمار؟ تقول لي طب والله تعالى نشوف هي البيتش او السبيسنج ما بين المسامير قد ايه. قلت لك افترض ان البي اللي هي المسافه ما بين المسامير 4 قطر المسمار. طيب انا كنت قايل لك ان قطر المسمار 20 مللي. قلت لي تمام. قلت لك 4 قطر المسمار يعني المسافه ما بين المسامير 80 مللي اللي هي 4 في 20. طيب الاتش اللي انت فرضتها في الاول اللي هي ال 500 اقسمها
على الأربعة فاي اللي هي البيتش يطلع لك ستة وربع مسمار. يطلع لك كم مسمار يا شباب؟ ستة وربع مسمار. تاخدهم بكم مسمار؟ ستة ولا سبعة؟ عندنا كوز النهاردة، في بكرة تاني وبعد ولا النهاردة بس؟ هو مين اللي اتكلم؟ مين اللي بيتكلم يا شباب؟ طيب يا ريت يعني اللي مش عايز يسأل او اللي ما بيكلمنيش يكون قافل المايك. طيب الخمسمية على التمانين طلعت لي ستة وربع مسمار، اقربها لكام يا شباب؟ اقربها لستة. طب ولو قربتها لسبعة غلط؟ لازم يكون سيمتري على ناحيتين عدد المسامير. ما هو الستة دي او السبعة هي بتاعت الجنب الواحد، فلو انت قربتها لستة هيبقى توتال عدد المسامير 12، لو انت قربتها لسبعة هيبقى توتال عدد المسامير 14. المسافات دي يعني اصغر من ايه تاني كده عشان البيتش يا باشمهندس. طيب يعني البي كده طيب مبدئيا انت الاتش اللي انت عملتها دي او اللي انت فرضتها اللي هي ب 500 دي حاجه مبدئيه انت مش هتستخدمها في المساله. امال هنعمل ايه يا باشمهندس؟ قلت لك والله فرضت عدد المسامير 6 ما عنديش مشكله، فرضته 7 برضو ما عنديش مشكله. طب هنعمل ايه يا باشمهندس؟ قلت لك مش انت مثلا فرضت عدد المسامير ب 6؟ قلت لي اه. قلت لك وثبتت البي ب 80؟ قلت لي ماشي. قلت لك هل بقى الاتش هتفضل زي ما هي ثابته؟ قلت لي لا. قلت لك روح احسب بقى الاتش اكشوال. الاتش اكشوال دي هي عدد المسامير اللي انت اخترته مضروب في البي اللي انت مثبتها اللي هي 4 الفاي. وبالتالي لو انت خليت عدد المسامير 6 يبقى الاتش بتاعتك هي 6 في 80. لو خليت عدد المسامير 7 يبقى الاتش بتاعتك هتبقى 7 في 80. فخليت العدد المسامير 6 خليتهم 7 انا ما عنديش مشكله. تمام يا شباب؟ في البليت ايه؟ في الاخر بتزود في البليت كده صح؟ في الاخر بتزود في ارتفاع البليت، فانا مش فارق معايا تاخدهم 6 تاخدهم 7 دي حاجه بتاعتك. تمام حلو الكلام. يبقى ده كده شكل الكونكشن بتاعتنا. ايه هو؟ عندي ست مسامير يمين، عندي ست مسامير شمال، المسافة ما بين كل مسمارين 80 ملي في الاتجاه الرأسي. طب المسافة الأفقية قد ايه يا باشمهندس؟ قلت لك والله دي بقى تعرفها من حاجة، ايه هي؟ قلت لك تعالى كده، هو أنا مديك اليو بي إن دي قطعها قد ايه؟ قلت لي 350، ومدي لك الفلانج بتاعتها كام؟ ها؟ 100، صح؟ فبقول لك ان الفلانج بتاعتك بتحط المسامير في نصها، يعني على بعد قد ايه من طرف العمود يا شباب؟ حد يرد عليا كده؟ الاكسنتريستي بتاعت السي شانل يعني. لا غلط، انا قلت لك انا بحط المسمار في نص الفلانج. في نص الفلانج هي بي على الاثنين. الفلانج يا شباب لو انا جيت ارسم كده، لو انا جيت ارسم السي سيكشن كده اهو، ده السي سيكشن بتاعنا اهو. فالمسمار انا بحط المسمار في النص. النص ده على بعد قد ايه من وش الفلانج؟ لو عرض الفلانج 100 يبقى هو على بعد 50. تمام؟ ماليش دعوة، أنا فاهم اللي أنتوا بتتكلموا فيه اللي هو السنتر لاين ده، صح؟ مش أنتوا بتتكلموا في السنتر لاين ده؟ صح صح الكلام؟ مش الناس بتتكلم على السنتر لاين ده؟ أنا ماليش دعوة بالسنتر لاين ده. أنا باجي الفلانج بتاعتي 100 يبقى المسمار هيتحط على بعد 50. وبالتالي هتيجي هنا كده تلاقي إن المسامير محطوطة 50 من اليمين و300 في النص و50 في الشمال. فهمنا الحتة دي يا شباب؟ يا شباب ردوا عليا يعني حسسوني إن أنا ما بكلمش.
تمام، يبقى انا هنا عندي 5 سم يمين و30 سم في النص و5 سم في ناحيه الشمال، مجموعهم 40 سم اللي هم 400 ملي. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا شباب؟ طيب ليه هنا، ليه هنا الاتش اللي هي كانت 48 سم خليتها في الطرف هنا اتش على الاثنين، ليه ما خليتهاش اتش كامله؟ ان المومنت بيقل لما، عشان ده كانتليفر، المومنت في طرف الكانتليفر اصلا بزيرو، فانا مش محتاج الارتفاع كله. فزي ما كنت بتعمل في اي كانتليفر خرسانه كنت بتاخد نص الارتفاع عند الطرف، فهنا برضو عملنا نفس القصه، ان انا خليت الارتفاع بتاع البليت في الطرف نص الارتفاع في الايه البدايه. طيب يبقى ده كده متفقين معايا، عرفنا ازاي جبنا شكل المسامير. اه يا باشمهندس عرفنا ازاي جبنا شكل المسامير. طيب نعمل ايه بقى؟ نقول تعالى بقى والله هو الاسترينج اكشنز اللي جاي على المسامير تساوي ايه؟ قلت لي يا باشمهندس احنا اتفقنا ان هي كيو شير فورس جايه في الاتجاه ده كده، هي بتساوي البي واي على الاثنين. قلت لك خلاص اقسم البي واي على الاثنين، والتورشن مومنت هو البي واي على الاثنين في الاي اكس. البي واي على الاثنين اللي هي 14.11 مضروبه في الاكسنتريستي اللي هي 50 سنتي، 30 زائد 20 اللي هي 0.2 متر زائد 0.3 متر تطلع 7.06 متر طن، وتبقى هي دي الاسترينج اكشنز اللي انا عايز اعمل عليها ايه يا شباب؟ اللي انا عايز اعمل عليها ديزاين. صعبه؟ صعب الكلام يا شباب؟ صعب الكلام يا شباب؟ لا زي الفل يا باشمهندس. طيب الكيو واي دي بتعمل ايه على المسامير؟ شير ولا تنشن ولا كومبريشن ولا ايه بالظبط؟ شير. شير شير شير. طيب والام تورشن بتعمل ايه على المسامير؟ شير شير برضو. التورشن على المسامير بيجيب شير، تمام؟ فلو انا بدرس مسمار عليه تورشن فالمسمار ده كانه عليه شير. طيب لو انا قلت لك المسمار ده شايل 10 طن من الشير و3 طن من التورشن، يبقى هو توتال شايل قد ايه؟ يبقى هو توتال شايل قد ايه يا شباب؟ 13. 13. طب لو قلت لك المسمار ده بيتكسر عند 12 يبقى المسمار ده سيف ولا انسيف؟ انسيف كده. انسيف. يبقى انا هدفي في الخطوات اللي جايه ان انا اشوف المسمار يقدر يشيل قد ايه، واشوف المسمار هو فعليا شايل قد ايه، فاقدر اعرف هي الرصه اللي انا عملتها دي هي سيف ولا انسيف. طيب اول حاجه عشان اعرف المسامير بتاعتي شايله قد ايه لازم احدد هو فين الكريتيكال بولت. طب هو الكريتيكال بولت بيبقى فين يا شباب؟ اتفقنا ان هو ابعد مسمار عن السي جي بتاعي، فهو يا المسمار ده يا المسمار ده يا ده يا ده، اي واحد فيهم هو بالنسبه لي الكريتيكال. طيب عشان احسب الفورس اللي جايه على المسمار الكريتيكال كل، خليها كده نبدا نرسم، كل مسمار بيبعد عن السي جي مسافة اسمها R. صح الكلام؟ صح الكلام يا شباب؟ صح. مش طيب عايز اخد سيجما الارات دي سكوير، يعني اشوف R المسمار ده بكام اعمل لها سكوير واجمعها على R المسمار ده بكام واعمل لها سكوير، وده كذلك وهكذا لل 12 مسمار. فجيت قلت لك هو لو انا خدت الضلع ده بره كده وجيت قلت تعالى نرسم خط افقي وخط راسي، تمام؟ نقطه التقاطع بتاعتهم دي في مسافه اسمها واي ومسافه اسمها اكس. الار سكوير تساوي ايه يا شباب؟ واي سكوير بلس اكس سكوير تحت الروت.
لا انا عايز الار سكوير. الار سكوير تساوي الاكس سكوير زائد الواي سكوير. يبقى لو انا عايز اجيب سيجما الار سكوير اجيب سيجما الاكس سكوير زائد الواي سكوير. يعني اخد المسمار ده الاكس بتاعته بكام والمسمار ده الاكس بتاعته بكام وهكذا، كل مسمار منهم الاكس بتاعته اعمل لها سكوير واجمعهم، وبعد كده اخد المسمار ده الواي بتاعته قد ايه والسكوير زائد الواي بتاعت المسمار التاني. يبقى عشان احسب سيجما الار سكوير اقول سيجما الاكس سكوير زائد سيجما الواي سكوير. طيب هي الاكس بتاعت المسمار ده بكام؟ اي المسمار اللي فوق ده بكام؟ 150. طب الاكس بتاعت المسمار ده كلهم زي بعض كلهم 150. يعني انا لو قلت 12 في 150 ملي او 12 في 15 سنتي سكوير صح ولا غلط؟ صح ولا غلط يا شباب؟ صح. طيب المسمار ده والمسمار ده والمسمار ده والمسمار ده مش الاربعه ليهم نفس الواي اللي هي ب 200؟ جبت ال 200 دي منين يا باشمهندس؟ يا شباب الناس ترد عليا، جبت ال 200 دي منين؟ المسافه من السنتر لابعد مسمار. جبتها ازاي؟ انا معايا البيتش بتاعتهم ومعايا عدد المسافات. انا معايا دي 80 وبعد كده 80 ادي كده 160 ومعادي هنا نص مسافه ب 40 يبقى 80 و80 و40 يبقوا 200. تمام؟ طيب يبقى انا عندي الاربع مسامير البعاد دول ليهم نفس الواي، والاربع مسامير اللي في القلب ليهم نفس الواي، والاربعه دول نفس الواي. يبقى انا لو قلت 4 في الواي دي اللي هي ال 40 سكوير زائد ال 120 سكوير زائد ال 200 سكوير، كل دول ضربتهم في 4 صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انا كده جبت سيجما الار سكوير للمسامير بتاعتي. طب هتفيدني في ايه سيجما الار سكوير يا شباب؟ قلت لك والله المسمار بيشيل من التورشن فورس في اتجاه اكس وفورس في اتجاه واي على حسب بعده عن سي جي المسامير. ازاي يا باشمهندس؟ قلت لك تعال نرجع للمساله بتاعتنا. المفروض عندي فورس اسمها كيو واي صح، وكمان عندي تورشن مومنت بالشكل ده. تمام. طيب الكيو واي دي يا شباب هتتوزع على المسامير كلهم ولا لا؟ الكيو واي هتتوزع على المسامير كلها بالتساوي. طيب التورشن والله هيجيب فورس على المسمار البعيد اكبر من الفورس على المسمار القريب، اذا بعد المسمار عن السي جي هو اللي بيحدد الفورس اللي جاي عليه. المشكله بقى ان التورشن هيجيب لي فورس في الاتجاه ده وفورس كمان في الاتجاه ده، يعني فورس في اتجاه اكس وفورس في اتجاه واي. طب هو المسمار ده اصلا مش كان جاي عليه فورس في اتجاه واي؟ يعني المسمار ده هيجي عليه التو فورسز في اتجاه واي، مين هما؟ فورس جايه من كيو واي اللي هو الشير في اتجاه واي، وفورس جايه من التورشن مومنت، وهيجي عليه فورس واحده في اتجاه اكس جايه من مين يا شباب؟ الفورس اللي جايه في اتجاه اكس دي هتبقى جايه نتيجه مين؟ نتيجه الام تورشن. طيب يبقى انا كده الفورس اللي جايه في اتجاه اكس هي جايه نتيجه التورشن بس، فهتساوي ام تورشن في بعد المسمار عن السي جي في اتجاه واي على سيجما الار سكوير اللي انت لسه حاسبها. انما الفورس اللي جايه في اتجاه واي هتساوي الكيو واي اللي هي الشير فورس اللي جايه عندي مقسومه على عدد المسامير زائد الفورس اللي جايه نتيجه التورشن بتساوي ام تورشن في بعد المسمار عن السي جي في اتجاه اكس
على سيجنال ار سكوير. يعني لو انا عايز اجيب الفورس نتيجه التورشن في اتجاه اكس بضرب في الواي، ولو انا عايز اجيب في اتجاه واي بضرب في مين يا شباب؟ في الاكس. طيب يبقى انا كده اصبح عندي المسمار عليه شير فورس في اتجاه اكس، وفي نفس الوقت عليه شير فورس في اتجاه ايه؟ واي. اقدر اعمل ايه بقى يا شباب؟ مش اقدر اقول ان المسمار جاي عليه توتال فورس هي الريزلت، صح؟ صح الكلام يا شباب؟ فلو انا حسبت الار اكس 2.86 والار واي 3.32، اقدر اخد سكوير روت لمجموع الاثنين دول سكوير، يطلع الريزلتنت اللي جاي على المسمار بتاعي يطلع المسمار شايل فورس 4.38 طن. طيب لو انا عايز ادرس المسمار بتاعي، هو المسمار بتاعي كان بيقاوم، ركزوا معايا في الحته دي، كان بيقاوم الشير بحاجه اسمها ايه يا شباب؟ البيرنج، الار ليست. الار ليست دي كانت الاقل من مين ومين؟ من البيرنج والشير، تمام؟ طيب الشير كان بيساوي فاي في 0.5 او 0.6 على حسب الجريد بتاع المسمار في الاف التيميت بولت في الارية المسمار في عدد مستويات الكسر. طب الفاي كانت 0.5 او 0.6 على حسب جريد المسمار. جريد المسمار هنا 10.9، فهتلاقي ان مع 10.9 بنستخدم 0.5. اف التيميت بولت هو هنا 10.9، فبناخد الرقم الاولاني، فالاف التيميت بولت هي ال10. ارية المسمار باي ديامتر المسمار اللي هو ال 20 مللي، يعني 2 سنتي سكوير على الاربعه، يبقى باي ديامتر المسمار سكوير على الاربعه. عدد مستويات الكسر، تعالوا كده نرجع لشكل الرسمه بتاعتنا. هو المسمار هنا رابط كام حاجه مع بعض يا شباب؟ هو المسمار بتاعي رابط كام حاجه؟ حد يقول لي كده. حاجتين، رابط البليت واليو بي ان، فمستوى الكسر واحد بس. رابط البليت وفلانجه اليو بي ان. اذا عدد مستويات الكسر هنا يا باشمهندس بتساوي واحد فقط. اذا عوض عن عدد مستويات الكسر بواحد، فيطلع المسمار بتاعي يقدر يشيل شير 9.42. طيب هل هو ده اللي يقدر يشيله؟ هقول لك لا، روح احسب البيرنج. هتقول لي يا باشمهندس طب احسب البيرنج ازاي؟ قلت لك الار بيرنج بتساوي فاي بيرنج في ديامتر المسمار في التخانه المينيمم في الفا في الاف التيميت ستيل. قلت لي طب يا باشمهندس فاي ب 0.7 ديامتر المسمار 2 سم، التي مينيمم مين هي التي مينيمم؟ قلت لي يا باشمهندس هي التخانه الاقل من الحاجتين اللي هو رابطهم. طب هو رابط مين؟ قلت لي فلانجه اليو بي ان والبليت. هل انت تعرف تخانه البليت؟ هل عملت له ديزاين؟ هل عملت للبليت بتاعك ديزاين؟ هتقول لي لا. قلت لك خلاص، دايما افترض ان البليت اكبر من الفلانج، دايما افترض ان البليت هتستخدمه اكبر من الفلانج، وبالتالي التي مينيمم هي تبقى تخانه فلانجه اليو بي ان. طب تخانه فلانجه اليو بي ان دي يا شباب اجيبها منين؟ تخانه فلانجه اليو بي ان من الجدول. الالفا زي ما اتفقنا من الترم الاول 1.6، الاف التيميت ستيل ده ستيل 37، الاف التيميت بتاعته 3.6. يطلع المسمار بتاعي يقدر يشيل ار بيرنج 12.9 طن. يبقى المسمار الار ليست بتاعته هي مين يا شباب؟ هي الاقل من الرقمين ال 9.42 وال 12.9. طيب يبقى المسمار بتاعي يقدر يشيل 9.42. طيب لو هو شايل 4.38 يبقى سيف ولا انسيف؟ المسمار شايل من التورشن والشير 4.38،
وهو يقدر يشيل 9.42. اذا المسمار بتاعي سيف لان اللي يقدر يشيله اكبر بكتير كمان على فكره تقريبا الضعف هو اكبر من اللي هو شايله. اذا المسمار بتاعي سيف. يبقى انا كده اتاكدت ان المسامير بتاعتي سيف ولا لا؟ اتاكدت ان المسامير بتاعتي سيف ولا لا يا شباب؟ اه مش ممكن دوت المفروض اكبر مسمار عليه فورس. ده اكبر مسمار عليه فورس طلع اكبر مسمار سيف، يبقى كل المسامير ان شاء الله هتطلع سيف. طيب بقى نعمل تشيك على البليت، مش الممكن البليت نفسه يتكسر يا شباب؟ انا مش خايف على المسامير، انا خلاص اطمنت على المسامير، انما مين اللي ممكن يتكسر؟ البليت. البليت لو هيتكسر هيتكسر فين؟ هيتكسر في اضعف مكان. هو مين اضعف مكان يا شباب؟ طرف. انهي طرف؟ ناحية اليمين عندي اتش على الاثنين. لا طب ما عندي اتش على الاثنين مفيش مومنت اصلا صح؟ الحتة اللي فيها خط المسامير هي اضعف حتة عشان الاريا قلت فيها. بالظبط. يبقى انا هنا كده عند المنطقة دي كده اللي هي اللي انا عند واحد عندها خط باللون الاحمر تمام؟ المنطقة دي كده هي اضعف منطقة في البليت. لحد هنا انت عند وش العمود ده اعلى مومنت جاي على البليت. هيفضل مكمل معاك يعني انت لو حبيت تفترض كده ان شكل السيستم بتاعك حاجة بالمنظر ده كأن انت عندك بيم وسكانتليفر صح؟ ازاي يا باشمهندس؟ قلت لك والله افترض ان البليت ده هو البيم وصف المسامير ده سبورت وصف المسامير التاني سبورت وعندك concentrated load هنا تمام؟ شكل البندنج مومنت لو جيت ترسمه هيبقى عامل ازاي؟ قلت لي يا باشمهندس تعالى نرسمه مع بعض كده هنلاقي ان شكل البندنج مومنت هنا زيرو وبعد كده يوصل اقصى حاجة هنا وبعد كده يقفل فين؟ هنا كده عند الزيرو صح الكلام؟ يبقى ده اقصى بندنج مومنت هيكون موجود فين؟ موجود عند صف المسامير. طب هو صف المسامير ده يا باشمهندس مش انا مخرم فيه البليت فالبليت ضعيف في المنطقه دي؟ قلت لي اه. قلت لك يبقى انا هنا لازم اما اجي اتشيك على البليت ده اتشيك فين؟ اتشيك في المكان اللي فيه ماكسيمم مومنت والمكان اللي البليت فيه متخرب. طب ما هما الاثنين في مكان واحد. قلت لي طيب يا باشمهندس هشيك على البليت ده ان هو شايل ايه؟ قلت لك هو الفورس دي لما تتنقل على البليت هنا هتجيب ايه؟ قلت لي يا باشمهندس اول حاجه هتجيب شير على البليت وبعد كده هتجيب مومنت. حد معترض؟ حد معترض يا شباب؟ يا شباب لا يا باشمهندس اتفضل كمل. طب في حد وقع مني؟ طيب حد مش فاهم؟ طيب اول حاجه هفترض ان البليت بتاعي تخانته 1.6 سنتي اللي هي اكبر من تخانه الفلانج. يعني انا لقيت تخانه الفلانج 15 ملي هروح اخد البليت بتاعي 16 ملي، لقيت تخانه الفلانج بتاعتي 12 هروح اخد البليت 14 وهكذا تمام. خلينا نثبت مع بعض عشان دايما يطلع البليت بتاعك سيف. دايما اسيوم ان التي بليت تطلع 20 ملي، ده هيطلع اكبر من اكبر فلانج موجوده عندك لليو بي ان تمام. هتفترض تخانه البليت. طيب هتقولي البليت ده هيجي عليه شير فورس هي نص البي. ما هو انا البي على البي واي هتتقسم على تو بليتس، اذا البليت الواحد هياخد بي واي على الاثنين كشير فورس. طيب هيجي عليه مومنت بيساوي قد ايه يا شباب؟ حد يقول لي كده المومنت هيبقى بيساوي قد ايه؟ بي واي على الاثنين في المسافه ما بين المسامير صف المسامير ده والبي واي. بالظبط هيساوي البي واي على الاثنين مضروب في المسافه من سنتر لاين المسامير لحد البي
واي، لان انا هنا هل انا بدرس المسامير فهروح ادرس سي جي المسامير؟ لا، ده انا هنا بدرس البليت، وبدرس البليت عند صف المسامير ده، فانا عايز احسب المومنت عند صف المسامير ده. اذا الام اكس هتساوي بي واي على الاثنين في المسافه دي اللي احنا هنسميها اكس. تمام. طيب ضربت البي واي على الاثنين في الاكس، طلع البليت بتاعي هيبقى شايل شير قيمته 14.11 ومومنت قيمته 4.94. طيب اتشيك على البليت ده ازاي بقى يا شباب؟ قلت لك تعالى نتشيك على البليت كده مع بعض. اول حاجه، هو انا مخرم في البليت بتاعي كام مسمار؟ قلت لي 6 مسامير، 1 2 3 4 5 6. اذا هلاقي في البليت بتاعي 6 فتحات، 3 فوق السي جي وثلاثة تحت السي جي. قلت لي تمام. قلت لك طب هو ارتفاع البليت قد ايه؟ قلت لي ارتفاع البليت انا كنت حاسبه وانا بعمل شكل المسامير، كنت حاسبه 48 سنتي. قلت لك تمام. قلت لك وتخانه البليت، قلت لي انت فارضها هنا 1.6 سنتي، بس احنا اتفقنا هنفرضها بعد كده 2 سنتي. قلت لك تمام. قلت لي طب هي الاريا كده بقى تساوي ايه؟ قلت لي انت عايز انهي اريا؟ قلت لك طبعا عايز الاريا نت. قلت لي يبقى الاريا نت هتساوي ارتفاع البليت في تخانته ناقص عدد الفتحات اللي انا عملتها في قطر الفتحه في تخانه البليت. يبقى 48 مضروبه في 1.6 كده جبت اريا البليت لو ما كانش فيه فتحات. طب هو دلوقتي فيه كام فتحه؟ قلت لي 6، يبقى هطرح منه اريا 6 فتحات. قلت لي جميل. قلت لي طب هي الفتحه الواحده قطرها قد ايه؟ قلت لك قطرها 2.4 سنتي. قلت لي ليه يا باشمهندس مع المسمار 2 سنتي؟ قلت لك لا، ما احنا بنزود عليه مسافه كليرنس. قلت لي جميل، يبقى 2.4 في السته اللي هو قطر الفتحه في عدد الفتحات في تخانه البليت اللي احنا فرضناها 1.6، كده جبت الاريا نت بتاعه البليت بتاعنا. حد مش فاهم ازاي جبت الاريا نت؟ حد مش فاهم ازاي جبت الاريا نت يا شباب؟ تمام. طيب لو انا عايز احسب الاي اكس بتاعه القطاع ده، هتقول لي والله هي موازي في عمودي تكعيب على ال 12. قلت لك اه هي موازي في عمودي تكعيب على ال 12، بس ده لو ما كانش فيه مين؟ الفتحات. قلت لي طب هعمل ايه في الفتحات؟ قلت لك موازي في عمودي تكعيب على ال 12، اطرح منها اريا كل فتحه مضروبه في مربع المسافه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني الموازي اللي هو تخانه البليت في العمودي اللي هو الاتش تكعيب على ال 12، اطرح منها الفتحه دي اريتها كام؟ هتقول لي تخانه البليت في ايه؟ في قطر الفتحه دي الاريا في مربع البعد ما بين المسافه، او مربع المسافه ما بين سنتر لاين الفتحه الى سنتر لاين القطاع كله اللي هو 20 سنتي. طب جبت ال 20 سنتي دول منين يا شباب؟ حد يقول لي كده؟ حد يقول لي جبت ال 20 سنتي دول منين؟ من سنتر المسمار لحد سنتر القطاع. بالظبط كده. انا هنا عارف ان المسافات ما بين المسامير 80 مللي اللي هي 8 سنتي، يبقى اول مسمار بينه وبين المسمار الثاني 80، المسمار الثالث 80، السنتر لاين 40، يبقى 40 زائد 80 زائد 80 200 مللي اللي هي 20 سنتي. يبقى اريا دي في 20 سكوير زائد اريا دي في 12 سكوير زائد اريا دي في 4 سكوير، كل ده اضربه في 2. ليه اضربه في 2 يا شباب؟ عشان المسامير تحت وفوق، عشان عندي مسامير فوق وزيهم تحت. اللي انا عملته ده كله اطرحه من الموازي في العمودي تكعيب على ال 12، جبت الاي اكس او المومنت اوف انرشيا للبليت بتاعي. صعبه؟ صعبه يا شباب؟ زي الفل. طيب الاس اكس مش هي بتساوي اي اكس على الواي؟ قلت لي اه يا باشمهندس. قلت لك مش انت حسبت الاي اكس؟ قلت لي تمام، اقسم على الواي. قلت لي هي ايه الواي؟ قلت لك الواي هي نص ارتفاع القطاع. قلت لي جميل. قلت لي يبقى الاس اكس هي اي اكس على الواي. طيب الزد اكس هي رقم مضروب في الاس اكس. اتفقنا من المره اللي فاتت او من السكشن اللي فات ان
لو انا معايا القطاع بتاعي اي سيكشن يبقى هضربه في 1.13، لو انا ريكتانجلر هضربه في 1.5، يبقى اذا الزد اكس 1.5 في الاس اكس، فجبت الزد اكس. طب اعمل التشيكس بتاعتي. هقول لك هو البليت ده شايل مومنت اسمه ام اكس، قلت لي اه، قلت لك طب ما تيجي تشوف هو يقدر يشيل مومنت قد ايه. قلت لي تمام. قلت لك دايما الريكتانجلر سيكشنز ما بيحصل لهاش لاترال تورشنال باكلينج، وبالتالي هي بتقاوم بالام بلاستيك، فالام بلاستيك هيساوي فاي في الاف ييلد في الزد اكس، طلع ب 12.77 والام اكس ب 4.94، يبقى البليت بتاعي سيف ولا ان سيف؟ ها يا شباب، سيف ولا ان سيف؟ طب حد وقع مني في الحسبه اللي انا حسبتها بتاعت الام بلاستيك؟ اه معلش تاني يا باشمهندس. تاني احنا عندنا عشان تحسب، تعالى كده نتكلم مع بعض، احنا عندنا ثلاث قيم للمومنت، ام ريزيستنس اللي هو المومنت اللي يقدر القطاع ان هو يقاوم، بيساوي فاي في حاجه اسمها الام نومينال، صح؟ مظبوط. الام نومينال ده هو المومنت اللي عنده القطاع هيتكسر. عشان القطاع ده يطلع سيف لازم يبقى الام ريزيستنس اللي هي فاي في الام نومينال اكبر من الام التيميت. دول الثلاث انواع من المومنت اللي عندنا في المنهج. طيب الام ريزيستنس هي فاي في الام نومينال. الام نومينال دي مش كنا بنجيبها من حسابات اللاترال تورشنال باكلينج؟ قلت لي اه. قلت لك طيب لو القطاع ما كانش بيحصل له لاترال تورشنال باكلينج كنت بتقول الام نومينال بتساوي مين؟ الام بلاستيك. الام بلاستيك. يبقى اذا القطاع بتاعي طالما مش هيحصل له لاترال تورشنال باكلينج هتضرب الفاي في الام بلاستيك. طب هو الام بلاستيك ده بيساوي ايه؟ زد اكس في الاف ييلد. اذا الفاي في الاف ييلد في الزد اكس هو ده اللي يقدر القطاع انه يشيله. انا معايا الزد اكس ومعايا الاف ييلد ومعايا ال 5.85، فحسبت الريزيستنس بتاعت القطاع طلعت 12.77. طيب هو اقصى مومنت جاي على القطاع ده بيساوي ايه؟ 4.94. اذا القطاع ده سيف ولا ان سيف؟ سيف قوي. سيف بزياده، خلاص ما عنديش مشكله طالما سيف تمام. في حد عنده اي مشكله؟ باشمهندس معلش، هو ليه ما بشتغلش لاترال تورشن باكلينج على اساس يعني المسامير ماسكه على خط كبير يعني؟ لا، الريكتانجلر سيكشنز ما بيحصلهاش لاترال تورشن باكلينج، اللي بيحصل لها لاترال تورشن باكلينج هي الاي سيكشن. انت القطاع هنا اي سيكشن ولا ريكتانجلر؟ ريكتانجلر. بس تمام. اوكي تمام. طيب تشيك شير كنت بتقول الفي ار اللي هي 5.6 الاف ييلد، كنت بتقول في الاريا ويب، هنا مش يعتبر البليت ده هو الاريا ويب بتاعك؟ مش انت كنت بتقول مقاومه الشير هي 5.6 الاف ييلد في الاتش ويب في التي ويب، دي مقاومه الشير صح؟ مظبوط. طيب مش انا هنا يعتبر البليت ده كانه ويب، بس المشكله هنا ان انا مخرم في الويب ده، اذا هاخد بدل اريا الويب او الاتش في التي يعني هاخد الاريا ايه يا شباب؟ الاريا نت اللي انا حسبتها. طيب يبقى 5.6 الاف ييلد في الاريا نت طلعت ب 65.8 طن، ده اللي يقدر يشيله في الشير. طب هو اصلا جاي عليه قد ايه؟ 14 طن. هو سيف ولا ان سيف؟ سيف قوي برضه. ما عنديش مشكله. تمام؟ صعب الكلام كده يا شباب؟ يبقى انا هنا الكونكشن دي بتتكون من كام حاجه؟ من حاجتين، المسامير والبليت. شيكت على المسامير طلعت سيف، شيكت على البليت طلع سيف، يبقى الكونكشن دي كلها ايه؟ سيف. تمام؟ طيب لو المسامير كانت طلعت ان سيف كنت هعمل ايه؟ هزود مسامير. هتزود مسامير، بدل هنا 6 وعلى اليمين 6 وعلى الشمال 6 كنت هتخلي على اليمين 7 وعلى الشمال 7، على اليمين 8 وعلى الشمال 8 وهكذا. تمام؟ طيب لو البليت كان طلع ان سيف
انت كنت فارض التخانه بتاعته 1.6 سنتي، هتفرضها 1.8، تفرضها 2 سنتي، وهكذا تكبر التخانه بتاعت البليت بتاعك شويه. غالبا البليت ما بيطلعش انصيف. بس ما ينفعش ازود الـ الـ المسافات ما بين المسامير؟ ينفع تزود المسافات ما بين المسامير، بس ترجع تعيد حسابات المسامير. لا شكرا. ماشي، شفت؟ تمام يا شباب. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب احنا كده خلصنا اللي المفروض نشرحه النهارده. طيب في نوع تاني من الكونكشن، ده اتشرح في المحاضره بس مش هيتشرح في السكشن. هقول لكم عليه كده، يعني ايه شكله، عامل ايه بسرعه. بدل ما بربط البليت بتاعي في العمود بمسامير، ده انا هاجي اعمل ايه؟ الحمه. اجي هنا كده الحم البليت في العمود، واجي هنا كده الحم البليت في العمود، واجي هنا من تحت الحم البليت في العمود، واعمل زيهم الناحيه الثانيه. فيبقى ده شكل الايه؟ اللحام بتاعي. عندي لحامين افقيين من فوق ولحامين افقيين من تحت، لحام راسي من ناحيه الشمال ولحام راسي من ناحيه اليمين. ويبقى الكونكشن دي هي تورشن كونكشن، بس باستخدام ايه يا شباب؟ ويلد مش بولت. تمام، فدي تذكروها من المحاضره، لان الدكتور طلب يعني قال ان دي ما تتشرحش في السكشن، اللي تشرح هو المسامير. تمام، هي سهلة ما فيهاش أي مشكلة، يعني مش صعبة، مش صعبة إن هي تذاكر. اللي أرخم هي المسامير، فأنا مش يعني ما أعتقدش إن المسامير فيها مشكلة، ولا في حد لسه عنده مشكلة في بتاعة المسامير؟ حد عنده مشكلة يا شباب في مسألة المسامير؟ لو سمحت يا باشمهندس، ممكن يتعد لي الشير في اتجاه الواي حسبناه ازاي؟ عشان النت كان بيقطع عندي. الشير اللي هو البي واي تقصد؟ ايوه. طيب البي واي هو الرياكشن اللي جاي من الكاميرا دي على البراكت، صح؟ تمام. طيب هو البراكت ده شايل كام كاميرا؟ كامرتين، كاميرا من قبليه وكاميرا من بعديه، صح؟ يعني هو عند البراكت في كامرتين، كاميرا جايه من العمود اللي قبلي وكاميرا رايحه على العمود اللي بعدي، صح؟ تمام. طيب يعني البراكت ده شايل كام اون ويت؟ اتنين، يعني شايل 3 متر من ناحيه اليمين و3 متر من ناحيه الشمال. اذا هو شايل دبليو اون ويت في الاس اللي هي 6 متر، لانه هيشيل نص اس من اليمين ونص اس من الشمال. طيب الاون ويت ده بنجيبه منين؟ قلت لك ان هنا مدي لك الكاميرا اتش اي بي 360، فتدخل على الجدول تشوف الاتش اي بي 360 وزنها كام، ويبقى هو ده الاون ويت بتاعك، صعب؟ لا تمام. طيب ده كده الرياكشن اللي جاي نتيجه الاون ويت. طيب انا عندي كرين واحد، يا يبقى موجود على الكاميرا اليمين يا يبقى موجود على الكاميرا الشمال. فانا هفترض ان هو موجود على الكاميرا اليمين، عشان يجيب اقصى رياكشن هحط اول عجله على السبورت، وبعد مسافه هو مديها لي هنا 1.8 احط العجله الثانيه واجيب الرياكشن، يبقى ده الرياكشن اللايف، صح؟ تمام. بقى معايا تو رياكشنز، واحد ديد وواحد لايف. الديد هضربه في 1.2، اللايف هضربه في 1.6، بس ما انساش اضرب اللايف في 1 زائد الامباكت. تمام خالص، شكرا يا باشمهندس. العفو. طيب مساله برضو فكروا فيها كده، هي مساله مسامير. تمام، المنظر ده بنشوفه على طول ولا لا؟ لوحه اعلانات. لوحه اعلانات، فلما اجي احط لك لوحه اعلانات بالمنظر ده واقول لك ان في هواء هيجي كده يزقها من السنتر لاين، هتبدا لوحه الاعلانات دي ان هي ايه اللي يحصل لها؟ كانها عايزه تلف، صح؟
اهو التورشن على انهي كونكشن؟ على الكونكشن دي. تمام صح الكلام كده؟ طيب لو انا قلت لك ان الكونكشن دي شكلها بالمنظر ده، اذا لما تيجي تدرس القطاع بتاعك تقول والله يا باشمهندس انا عندي شير فورس اللي هي جايه نتيجه الويند، وعندي كمان مين؟ مين ده؟ مين اللي انا رسمته ده يا شباب؟ الشباب التورشنال مومنت. طيب هو انا الفورس اللي جايه عندي دي هحسبها ازاي؟ قلت لك هتبقى 90 كيلو جرام، هو قايل لك الويند بريشر 90 كيلو جرام لكل متر مربع. طب انا عندي لوحه الاعلانات 3 متر في 2 متر 60، لو حسبت الاريا بتاعتها وضربتها في ال 90 يبقى انا كده حولت الويند الكونسنتريتد لود في نص اللوحه ولا لا؟ حصل. طب لو ضربت اللود ده في الاكسنتريستي من نص اللوحه لحد نص الكونكشن يبقى انا جبت الام تورشن ولا لا؟ حصل برضو. والفورس نفسها هتعمل شير على المسامير. اقدر اعمل نفس المساله بتاعتي اللي انا كنت حللها ست مسامير يمين وست مسامير شمال، بس المره دي عندي كام مسمار يمين وكام مسمار شمال؟ 2 و2، 2 يمين و2 شمال. تمام. فهو اللي انا عايز اوصله لك ان بدايه من دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها انا حافظ شكل الكونكشن بالشكل الفلاني، لا حضرتك انت واخد ازاي تحل مسائل كونكشنز عليها تورشن. صح. طب باشمهندس السؤال، هو في الكونكشن دي هيبقى فيه تنشن على المسامير ليه؟ عشان وزن اللوحه. بصي هوريكي بقى المساله، كنا احنا دي كنا كاتبين فيها نيجليكت الاون ويت. احنا دايما المسائل دي عشان ما نصعبهاش عليكم بنقول نيجليكت الاون ويت بتاع لوحه الاعلانات. الباشمهندسه بتقول ما هو انا لو عندي وزن الكونكشن وزن لوحه الاعلانات دي فهي كانها بتشد المسامير، مش انت عايزه تقولي كده؟ ايوه يا باشمهندس. ان شاء الله يعني احنا لما بنجيب لكم المساله دي في الميد ترم بتبقوا لسه ما درستوش المسامير لما يبقى عليها تنشن وتورشن، فبنقول لكم نجلكت وزن الايه لوحه الاعلانات. بس كمان سكشنين ثلاثه هتاخدوا المسامير اللي عليها تورشن وتنشن، فساعتها مش هقول لك نجلكت وزن الايه لوحه الاعلانات، بس مبدئيا دلوقتي احنا هنجلكت وزن لوحه الاعلانات، فيبقى فيبقى الكونكشن دي مع او المسامير دي ما عليهاش غير شير وتورشن. تمام. بريزك مش هي اللوحه هتلف ازاي؟ انا مش متخيل شكلها. طيب هقول لك على حاجه. جنبك سكتش؟ بس طيب امسك السكتش كده. تمام. وحط قلم في الطرف الشمال من السكتش. تمام. زق لو انت حطيت انت حاطط القلم مثلا في الطرف الشمال. تمام. زق السكتش ده من النص وانت ماسك القلم. تمام. الا القلم السكتش بالقلم عايزين يلفوا ولا لا؟ عايزين يلفوا بره صح؟ بالظبط، عايزين يلفوا حوالين القلم صح؟ تمام. فلو في كونكشن في القلم فالكونكشن دي عايزه تتعصر، عايزه تتلف، فهو ده التورشن اللي هيحصل. تمام. فكر فيها ازاي؟ شايف الرسمه اللي قدامك؟ ثانيه واحده، شايف الرسمه اللي قدامك؟ امسك العمود بايديك، تخيل كده ان انت ماسك العمود بايديك وزق لوحه الاعلانات، هتلاقيها بتلف حوالين ايه؟ ايديك صح؟ صح صح. بس هو ده التوش. قول لي يا باشمهندس الكونكشن هنا عملناها ليه؟ العمود كله عشان طول العمود زاد عن الطول اللي انا اقدر او انقله. فهمتها؟
تمام؟ يعني المقصود من الكلام ده كله ان انت ما تقولش انا درست كونكشن بتاعه براكت، لا حضرتك درست كونكشن عليها تورشن. لما نيجي كمان شويه هدرس لك كونكشن بتاعه براكت بس باستخدام مومنت او بالطريقه الاولانيه اللي هي عليها مومنت. فما تجيش تقول لي انا درست كونكشن براكت ما درستش كونكشن عليها مومنت، لا انت درست كونكشن عليها مومنت. تمام؟ فهو ايا كان الشكل، ايا كان شكل الكونكشن اللي هيجي لك في الامتحان فكر فيه من منطلق هو ايه الاسترينينج اكشنز اللي عندي، عندي تورشن ولا عندي مومنت، عندي شير ولا عندي تنشن، وهكذا. فهمنا يا شباب؟ سؤال معلش يا باشمهندس. اتفضل اسال. الكونكشن بقى اللي ما بين العمود نفسه والبليت دي، مش ده ويلد المفروض برضو بيحصل عليه تورشن كده؟ ما بين العمود والايه؟ البليت اللي انا حطيت فيها المسامير دي. التورشن على اللحام اللي ما بين العمود والبليت. مثلا ولا ايه؟ انا كده ان شاء الله لما هتذاكر بقى التورشن كونكشن باستخدام الولد تعرف تعمل تشيك. ماشي. صح كده؟ ماشي. تمام. حد مش فاهم يا شباب؟ طيب انا هاخد الغياب دلوقتي. تمام كده انا اخدت الغياب. طيب حد عنده اي سؤال؟ طيب خلي بالكو ان الكويز النهاردة من 7 لـ 9. الناس اللي عندها كويز النهاردة الكويز من الساعة 7 للساعة 9. عشان انت عندكو سيكشن مجمع رأي. يبقى فتح نص ساعة برضه بشمهندس ولا اكتر ولا ايه نظام؟ لا كويزات الحد والاربع بتبقى فتحة الساعة عدد ساعات كامل. كويزات اللي هي بتبقى خميس جمعة سبت بتبقى فتحة نص ساعة بس. باشمهندس معلش ممكن حضرتك تؤجل الكلام ده تاني عشان خاطر كان بيقطع، معلش انا اسف. اولا السكاشن اللي عندها كويز النهارده الكويز بتاعها الساعه 7 للساعه 9. السكاشن اللي امتحانها الحد والاربع الكويز مفتوح طول يعني وقت الامتحان، يعني هتدخل الساعه 7 هتفضل تحل لحد الساعه 9 زي ما انت عايز. انما الكويز اللي هو بتاع الخميس لا هيبقى فاتح نص ساعه بس، اول ما تدخل هيعد عليك نص ساعه. تمام تمام ماشي يا باشمهندس. هو طيب الكويز اللي هم من حد الاربع دول اللي هم الفردي بس صح؟ اللي هم الفردي بس. طيب ماشي شكرا. تمام وانا سو ام سي كيو برضه زي بتاع امبارح كله. امبارح ايه يا ابني؟ ما انت امتحنت اخر حاجه، انت امتحنت يوم السبت. طيب ام سي كيو برضو بس الفرق يعني لو فتحته من الساعه 7 هيفضل قدامي شغال لحد ما الساعه تيجي 9 لحد ما اعمل سبميت. بالظبط. بس لو الساعه جت 9 وانت ما عملتش سبميت السبميت مش هيتحسب. يعني هاخد درجه الحاجات اللي انا اخترتها ولا مش هاخد اي درجه اصلا؟ بتاخد اي حاجه. طب تمام هنبه عليهم برضو ان هم يسلموا قبلها بدقيقتين ولا حاجه. تمام يعني لو قفل عليك مش زي بتاع النص ساعه، بتاع النص ساعه هو بيعمل اوتوماتيكلي سبميت، ده انت اللي بتعمل سبميت بنفسك، ما عملتش سبميت خلاص مالكش درجه. تمام يا باشمهندس. بتاع النص ساعه ده قصير قوي يا باشمهندس. المفروض في الامتحان تحله في تلت ساعه. حرام يا باشمهندس والله. ما احنا دلوقتي احنا بندربك على اللي هيحصل في الامتحان، نضحك عليك ونغشك ولا ايه رايك؟ ماشي اللي تشوفه مش لا انا مش اللي انا اشوفه، يعني انا بقول لك اللي بيحصل. اصلهم 8 تشيكات هلحق احل كل ده في تلت ساعه ازاي؟ ولا تشيك في يعني كريبلنج مثلا واليلدنج في حسب ايه؟ الكرين جيردر هو اسهل درس في الترم الثاني اللي تشوفه برضه مش مهم. ماشي. طيب لو حد عنده السؤال زي ما انتم عارفين يا شباب ابعتوا لي على الواتساب او على الفيسبوك، وممكن تبعتوا لي على التيمز برضو، وان شاء الله هبلغ مصطفى مواعيد السكاشن بتاعه رمضان. هي ان شاء الله يعني غالبا هتبقى في نفس مواعيد الكليه يا مصطفى. تمام يا باشمهندس. يعني بنتكلم في الفتره الرابعه والخامسه حسب الجدول بتاع رمضان. بالظبط.
ماشي وبرضو هأكد عليه. شكرا. ماشي شكرا يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله وربنا معاكم. شو باشمهندس؟ ايوه في حاجه بس في ال ام اس هو الكويز مفتوح له مكانين اللي هو بتاع الساعه 7 يعني ادخل في اي واحد فيهم عادي؟ براحتك اختار. هو مفتوح يعني مرتين تقريبا. مش مفتوح مرتين كل واحد مساله شكل انت وحظك بقى. اه تمام ماشي. قال عايز تحلهم الاثنين حلهم الاثنين بالظبط. تمام ده لو انت يعني ماشي. مهندس عندي سؤال. طيب اتفضل. وانا في الكويز كنت حل ثلاث نقط كده محسوبيني غلط وانا متاكد من الدرجه من الرقم بتاعهم يعني او الاجابه. طيب فاكرهم ولا ايه الدنيا؟ فاكرهم اه المفروض ظاهرين لي اصلا على السيستم. محمد نصر انا فاكر الاسم ده. ايوه ايوه هو صح. هو ماشي احنا فرحانين بيكم يا محمد. ماشي طيب. ابعتهم لي وانا هشوفهم كده وراجع عليهم لو كده لو ليك درجه كده هتاخدها يعني. خلاص ماشي شكرا. شكرا باشمهندس لو سمحت هو انا الكويز الاولاني اللي احنا امتحناه الاسبوع اللي فات مش لاقيه اختفى من على الويب سايت. يعني ايه اختفى؟ الدرجه بتاعته يعني؟ اه كان مطلع يعني الدرجه ظهر مع يعني مش ظاهر مع الكل ولا مش ظاهر عندك انت بس؟ انا معرفش انا. طيب شوف زمايلك لو هو اتشال من عندهم هم كمان يبقى الدكتور خد الدرجات بتاعته ورفعه. لو المشكله دي عندك انت بس ابعت لي بياناتك واتشيك عليه. طب جماعه اللي معايا في السكشن هم كمان كده ولا انا بس؟ طب هو مش هنا بس مش انا هسالهم. انا معايا في السكشن وبرده مش ظاهر لي درجه. طيب ماشي حلو جميل. انا قلت اتاكد بس خلاص. شكرا يا باشمهندس. العفو يا شباب يلا بالتوفيق. وزي ما قلت لكم اللي عنده اي سؤال ما يترددش انه يبعت لي في اي وقت. السلام عليكم.